مساء الفل على حضراتكم. حلقة سخنة النهاردة، أتمنى أن أنتوا تستمتعوا بيها ونستفيد منها. خلصنا قرار بقانون اللي أصدره المستشار عادل منصور رئيس الجمهورية، وداخلين على الحكومة اللي بتفكر وتدرس وتبحث، مش عايز أقول إلغاء الدعم، اللي هو بدل ما تدفع 10 قروش تقللهم شوية. الدعم قصته كبيرة في مصر. بقول لحضراتكم موجود تقريبا من سنة 1918 بعد الحرب العالمية الأولى، يعني تقريبا بقاله قرن. اختلفت أشكاله وأرقام، وكل حكام مصر اللي جم بعد سنة 52 حاولوا أنهم يدخلوا في منطقة الدعم، يخفضوه، يطلعوه، يقللوه، يخلوه على سلع قد إيه. وصل أحيانا الدعم في أوائل الثمانينات على 20 سلعة، لكن في الآخر أي حد بيدخل المنطقة دي بيتكهرب. حصل بسببه انتفاضة يناير 77، وحصل بسببه ثورة يناير 2011 اللي أحد أهم شعاراتها العدالة الاجتماعية. الدعم النهاردة تقريبا بيكلف الحكومة أو بتخصص له 150 مليار جنيه، منهم ما يقرب من 130 مليار جنيه على الطاقة. ولما نتكلم على الطاقة معناه أن أنا بكلم حضرتك عن كهرباء، أنبوبة بوتاجاز، غاز بيجيلك شقتك، وبتكلم على سولار وبنزين وحاجات كتيرة. كمان عايز اقول لحضراتكم ان حكومة محلب بتدرس بجدية تخفيض هذا الدعم. الماء هو بالبلد كده، 130 مليار لو قدرت تعكش منهم 50 مليار وتوزعهم على الغلابة فكة كده وتوفر التمانين الباقيين. بس عايز اقول لكم كمان مشكلة، ان مفيش توفير، لان الحكومة اساسا بتستلف ال 130 مليار. لكن عندي أسئلة. أول سؤال، لماذا الآن؟ لماذا الآن التفكير في ده بينما حكومة محلب مؤقت؟ طب ليه ما ننتظرش رئيس جمهورية قادم؟ وما ننتظرش ليه رئيس حكومة أو حكومة منتخبة؟ ما حدش يطلع يقول لي هو يا خير كل ما الحكومة تفكر في حاجة تيجي تقول لماذا الآن؟ لا، أصل الحكومة كان بقالها فترة طويلة. طب ليه دلوقتي؟ طب ما كلها خلاص 6 أسابيع وجيلنا حكومة حلوة وجيلنا رئيس. خلينا قبل ما نبدأ نشوف هذا التقرير عن الدعم. ما بين مؤيد ومعارض، تعتبر قضية الدعم في مصر من أهم القضايا التي تشغل الرأي العام، بعد أن وصل الدعم في ميزانية 2012 حوالي 150 مليار جنيه، ما بين دعم مواد بترولية وكهرباء ومواد تموينية. فهناك فريق يؤيد فكرة الدعم بسبب الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها البلاد، وأن هناك نسبة كبيرة من المصريين تحت خط الفقر، وكمان شايفين أن إلغاء الدعم سيرفع الأسعار بصورة كبيرة، وكمان الدولة لازم يكون لها دور في مراقبة الأسعار وإعادة توزيع الثروة بشكل يحقق جزء من العدالة الاجتماعية. أما الفريق الثاني المطالب بإلغاء نظام الدعم فيرى أنه يستحوذ على جزء كبير من ميزانية الدولة، ولا يوجد رقابة حقيقية على أوجه إنفاقه، وهو ما يتسبب في عدم حصول الدعم إلى مستحقيه، وبالتالي يفقد نظام الدعم لأهميته. وما بين معارض ومؤيد، يظل الشارع المصري والمواطن البسيط يعاني من أزمة في رغيف الخبز المدعم واسطوانات الغاز المدعمة والبنزين والسولار وغيرها من الأزمات التي تهدد من انفجار الشارع من آن لآخر. في البداية خلوني أرحب باثنين من كبار الشخصيات المتخصصين في هذا الملف، ملف الدعم، واللي طلبنا من حضراتهم انهم يستعدوا ويجهزوا لنا بيانات وارقام ويقدموها لنا بشكل مبسط بدون زعيق، وهم قامات وقيمه في هذا المجال. ارحب بضيفي دكتور فرج عبد الفتاح، استاذ الاقتصاد بجامعه القاهره وعضو اللجنه الاقتصاديه بحزب التجمع. اهلا بك دكتور. اهلا بيك فرج، واشكرك على تشريف حضرتك. شكرا ليك. دكتور تامر ابو بكر، رئيس غرفه البترول ولجنه الطاقه باتحاد الصناعات، رئيس غرفة البترول والتعدين ولجنة الطاقة باتحاد الصناعات. أهلا بحضرتك دكتور تامر، واشكرك على تشريفك معايا النهاردة. اسمح لي أبدأ معك دكتور تامر. أولا عاوز أعرف رأي حضرتك في قرار رفع أسعار غاز المنازل اللي أصدره المهندس إبراهيم محلب
ثم بقية السؤال، هل دي مقدمة لرفع بقية أسعار المواد البترولية؟ طب انت حاجة دخلت المفروض تخلي السؤال ده في الآخر عشان أقول لك السؤال الأولاني الأهم. طيب قول السؤال. هل احنا عندنا طاقة في مصر ولا ما عندناش طاقة؟ لأن مش مشكلة بنتكلم على الدعم، الدعم ما هيش الأساس. الدعم ليس هو المشكلة. المشكلة في الأساس توفر الطاقة، لأن لو ما بقاش في طاقة البلد دي تقفل. نعم. مصانعنا هتقفل، ناس هتسرح من مصانع، بيوت الدنيا هتقف خالص، مفيش تنمية. نعم. احنا النهاردة داخلين على كارثة في الطاقة. نعم. الموضوع ده بنتكلم فيه بقالنا 10 سنين. نعم. احنا بنستهلك في حدود 74 مليون طن مواد بترولية اللي هو اساس الطاقة عندنا، اننا ما عندناش خليط طاقة. بنملك من هذا 74 مليون طن 48 مليون طن، دول بترول اللي بيطلع من تحت الارض. وحصتنا مصر فيه بعد ما الشريك الاجنبي بياخد مصاريفه اللي دفعها وبياخد حصته من الغداء. فاذا انا النهارده عندي عجز 25 مليون طن مواد بتروليه وغاز طبيعي. يعني عندنا عجز 35%. عندنا عجز 35% بالمعدل اللي احنا ماشيين بيه، والبترول بتاعنا بينزل، ومعدلات الاستهلاك بتاعتنا بتطلع 6% في الطاقه و7.3 من جوه كهرباء. انت هيبقى عندك على سنه 2030 عندك عجز 120 130 مليون طن، قد اللي عندك دلوقتي مرتين. وقاعدين بنتكلم وبقالنا 10 سنين واخذ يفكر ويفكر ثم عاد يفكر ويفكر، عشان بس بقول لك ليه الحته دي، عشان انت ليه دلوقتي بنتكلم. نعم. احنا ما عندناش النهارده رفاهيه الوقت ولا رفاهيه الفلوس ولا رفاهيه الوفره. احنا لولا وصلنا لاخر نقطه كده. لا اكتر من اخر نقطه، اكتر من اخر. انت حضرتك لولا الاخوه العرب اللي بيساعدونا بقالهم 9 اشهر ولسه مستمرين 700 مليون دولار شهريا، هل ده هيستمر؟ لولاهم احنا البلد كانت وقعت وكانت ضلمت خالص. فاحنا النهارده بنتكلم على ايه؟ لازم اسرع بمزيج الطاقه المختلف اللي احنا كنا المفروض نعمله من 10-20 سنة، يبقى في مخطط استراتيجي نعمله. فالمخطط ده عشان اعمله النهارده واجري بيه، عاوز اشغل الشمسي، احل مشاكل الطاقه الشمسيه. الطاقه الشمسيه ده مستقبل مصر، استخدام الشمس في انتاج الطاقه. بالظبط كده. بس كل طاقه بتستخدمها ليها انواع معينه، مش ما تقدرش تستخدم الشمسي في مصانع اسمنت، لان الاسمنت عاوز درجه حراره 1400. نعم. عاوز اشغل الشمسي، عاوز اشغل الرياح، عاوز اشغل المخلفات، المخلفات بانواعها، لان كل مخلفات طبيعيه، مخلفات صناعيه غير الصلبه غير. طيب نيجي نتكلم على الشمس، ادي لك بس مثل بسيط، عشان النهارده انا عشان اولد شمسي بتتكلم على 80 قرش 90 قرش. الحكومه ليه حضرتك الطاقه الشمسيه كيلو وات ساعه، كيلو وات ساعه عشان اولده ب 80 90 قرش. النهارده الحكومه الغاز بتديه مدعم لوزاره الكهرباء بدولار 75 قرش. دولار 75 سوري دولار 75 للمليون وحده بريطانيه، ده مدعم. اوكي. بيطلع بيه كهرباء بتكلفه 45 قرش، بيبيعها ب 24 قرش. بالله عليك قول لي مين اللي هيفكر يعمل استثمار شمسي او ريحي او اي حاجه عشان يطلع طاقه ب 70 و80 قرش عشان يبيع ب 24؟ محدش هيعملها الا اذا كانت الحكومه ناويه تتعاقد مع اللي هيعمل الاستثمار ده كويس، والحكومه هتدفع الفرق الدعم ده. اذا الدعم بيتضخم، الدعم بيتضخم ليه؟ عددنا بيزيد، استهلاكنا بيزيد، اسعار الطاقه في العالم بيزيد. نيجي بقى نتكلم على السؤال اللي حضرتك سالتهوني دلوقتي. انبوبه البوتاجاز اللي هي اللي بياخدها المواطن المصري بتكلف الحكومه 98 جنيه. كانت تتباع ب 2 جنيه 65 قرش. النهارده بتتباع ب 8 جنيه، طبعا ما بتوصلش لحد ب 8 جنيه ابدا. يعني في احسن الفروض 12 جنيه وبتطلع لغايه 30 و40 حسب ظروف العرض والطلب والازمات اللي موجوده. وبالتالي انا كل بيت ادخل فيه غاز طبيعي النهارده بوفر دعم انبوبه، اي بيت في مصر متوسطه انبوبتين في الشهر. فانا كل بيت في كل بيت في مصر النهارده بياخد دعم انابيب في حدود 180 جنيه. فكل يوم الصبح تكون اللي طلعت شمس بتطلع عليا ادخل بيت في الغاز، ادخله غاز، انا وفرت. ليه؟ لان الغاز رخيص، ارخص بكتير من البوتاجاز. والناس بتخلط في مصر ما بين البوتاجاز والغاز. طيب الاسعار اللي طلعت اليومين اللي فاتوا، انت حضرتك بتتكلم على ايه؟ 10 ساخ 40 قرش. عارف يعني ايه 40 قرش؟ يعني ثمن الغاز اللي يعادل انبوبه ب 5 جنيه. كاني بدي لك انبوبه بوتاجاز ب 5 جنيه اللي بتاخد غاز في بيتك. وهاخد الفلوس الزياده دي هعمل توصيل الغاز لبيوت كلها. ال 10 ساق طلعوا ال 40 قرش في الجنيه. جنيه يعني ايه؟ بتضرب الجنيه في 12، الانبوبه كان فيها 12 بيبقى 12 كيلو، ف 12 متر بتتكلم على انبوبه ب 12 جنيه. هل دي زياده؟ ده بالعكس، ده انا النهارده. وبعدين
هل احنا في مصر استهلاكنا هو كده؟ تعال نراجع طبيعة المستهلك المصري. المصري الفلاح المصري لما كان بيولع شاي في اي حتة في الريف بيعمل جورة وبيولعها بقلاح الذرة او بحطب او بجلة، كويس؟ الكلام ده لغاية نص الثمانينات، ايه اللي حصل؟ ابتدت الجلة والحطب والحاجة دي تزيد، فالناس عملوا ايه؟ تحولوا من استخدام الحاجات البدائيه والفضلات الى انبوبه البوتاجاز. النهارده ما فيش واحده في الريف بتولع جرن الا بانبوبه البوتاجاز من غير منظم. فالنهارده في سوء استخدام لموارد بلد. فانا نيجي نتكلم على جزئيه الدعم، كويس؟ معلش وحضرتك كنت قلت في المقدمه يعني مع الدعم وضد الدعم، بالعكس انا مع الدعم ومع الدعم وباصرار، لان هذا الشعب 70% منه تحت خط الفقر او فقير. بس الدعم اللي بيتماشي بالطريقة دي احنا سرقنا الشعب المصري. طب. لان ده حقه في التعليم وفي الصحة، الفلوس اللي كانت تفضل. ارجع اروح لأستاذنا الدكتور فرج عبد الفتاح. اول حاجة لو لحضرتك مقدمة استهلالية زي دكتور تامر اتفضل. لا مفيش مشكلة خالص. طيب. انا بس يعني كاستهلال للحديث بقول ان مسألة الدعم مسألة شائكة، ولا يمكن النظر في موضوع الدعم من زاوية واحدة اللي هي زاوية المنتجين، وإنما يجب أن أنظر لموضوع الدعم من زاوية المنتجين ومن زاوية المستهلكين أيضا. زائد حاجة تانية، إن الدعم لا يجب أن يعالج كموضوع فني فقط، وإنما إلى جانب كونه موضوع فني يتعلق بفنيات علم الاقتصاد أيضا يجب أن يوضع في اعتبار المنظومة الاجتماعية بالكامل. بمعنى أشوف الدعم وأثاره الاجتماعية وأثاره السياسية وأثاره الاقتصادية في ظل هذه المنظومة المجتمعة أقدر أعالج موضوع الدعم. طب دكتور فرج، هل حضرتك شايف ده استهلال؟ أن ده استهلال الحكومة، ما أنا هدخل في الأسئلة. نعم. الحكومة عندما قررت رفع أسعار الغاز اللي بيروح للمنازل، ده جزء من منظومة كلية بتفكر؟ أنا مش عايز أعلق على دي بالذات، القرار ده بالذات. هل الحكومة بتفكر في إطار منظومة؟ أيوة. ما أنا لسه بسألك، هل كده الحكومة؟ ما أنا موافق لو أنت هتطلع على رئيس حكومة يقول لي لا أنا عندي منظومة متكاملة في مسألة الطاقة، هشتغل على شمس ورياح ولازم أنت كمواطن تساعدني في كذا، يبقى أنا فاهم. سيد الفاضل، هناك تصريحات من السادة الوزراء، تصريحات متضاربة. وزير التعاون الاقتصادي قال تصريح هو في بعثته او هو في نيويورك في واشنطن الامريكي الدولي، قال تصريح في منتهى الخطوره. وبعدين امام هذا التصريح يطلع سيد وزير الكهرباء عشان يقول تصريح اخر ان انا مش هرفع اسعار شرائح الكهرباء الا اذا تعرضت على مجلس الوزراء، هو بيحمي نفسه في الحته دي، وفي نفس الوقت بيقول المسؤوليه الوزاريه مسؤوليه تضامنيه. اي وزير دلوقتي بيكلمه يقول لك لا مجلس الوزراء وصاحب مجلس الوزراء في الاول. لكن فيما عدا الدكتور اشرف في الحقيقه التصريح اللي هو عمله في واشنطن ده انا مش عارف حتى يعني. الان ملتبس وما اكدوش ولا نفى. لكن هناك تصريحات اخرى متضاربه، على سبيل المثال وزير التموين لما النهارده يخفض وزن الرغيف ابو خمسه ساغ اللي هو بيروح للناس الفقراء الغلابه ويخفضوا من 120 جرام 130 جرام ل 90 جرام، يخفضوا من 130 جرام ل 90 جرام، يبقى هو كده بيزود السعر، لان اللي هيشتري الريف هيضطر يشتري ريفين، بيقلل الدعم يبقى في هذه الحاله بنقول هل هذه الحكومه تقصد ذلك ام انها اجتهادات وزراء كل في وزاراته؟ في هذه الحاله هيبقى الوزراء وكانهم بيعملوا في جزر منفرد. طيب في دقيقة، لأن ده الفصل الأول، إيه هي المنظومة المتكاملة من وجهة نظر دكتور فرج أستاذ الاقتصاد بقدمها للحكومة سواء الحالية أو القادمة في إطار تخطيط متكامل لأزمة الطاقة؟ أولا لازم نحط مبادئ. نعم. نحط مبادئ. المبدأ الأول، وأنا هاخد من الدكتور تامر حتة 70% من الشعب المصري تحت خط الفقر في هذه الحالة، يعني هو الرقم وصل فعلا لكده؟ لا، هو الرقم فيه تجاوز. لا ما فيش تجاوز، 70 في الفقر الشديد. لا ده في فقر وفي عمق فقر. نعم. عمق الفقر كمان بيزداد. طيب. يعني عدد الفقراء بيزداد وعمق الفقر بيزداد. بشروا ولا تنفروا، لا بتبشر بخير ان شاء الله مستقبل مصر علشان تقولوا لنا الخير. لكن انا عايز اقول اني اذا اردت ان تعالج موضوع الدعم ابتداء لابد من، وانا قلت الكلام ده قبل كده، قلته ايام حكومه احمد نظيف، قلت عشان خاطر تعالج موضوع الدعم لابد من توفير قاعده بيانات قوية وكاملة وقابلة للتحديث بشكل مباشر،
واحنا النهارده عندنا اجهزه الحاسب الالي تقدر تساعد في هذه المساله. يبقى اول قاعدة بيانات في هذه المنظومه قاعده النهارده بيانات. يا سيدي فاضل انا عايز اقول لحضرتك واحنا في امريكا شفنا ناس بتاخد الدعم. ما امريكا من الدول اللي بتقدم الفود ستامب. الفود ستامب للمواطن الامريكي بيقدر ياخده ويستخدمه هناك ويقدمه وياخد بيه سلع غذائيه. طيب علشان اتجاوز النقطه دي، واحد توفير قاعده بيانات اساسيه للحكومه لمستحق الدعم قابله للتحديث بشكل مباشر، مش مره واحده، مش مره واحده زي جداول الانتخابات. طيب لا. اتنين، بعد كده ابدا اقول مين يستحق الدعم واي دعم. يعني مثلا انت لو اتكلمت على فاتوره الدعم هلاقي فيه دعم مصدرين، انا مش ضد المصدرين، وفي مشروع الموازنه يجي يقول لك ده انا ما بقدموش مصدرين، ده انا بقدمه للمنتجات اللي بتصدر. عمل ايه يعني؟ ما هي هي مصدرين ولا منتجات التصدير. نعم. لما اجي اتكلم على دعم المصدرين وهو مقداره صحيح مش كبير 3.1 مليار جنيه، بقول انا مش ضد المصدرين وانا عارف ان هما بيشتغلوا في سوق تنافسيه. نعم. عالميه. ولازم اسنده، لكن اسنده الى متى؟ اديله فوريفر هذا الدعم ولا يبقى توقيت محدد 3 سنين او 4 سنين لحد ما يقدر يثبت وجوده في السوق العالمي. هتوقف اطلع فاصل وحوارنا لسه مستمر والحلقة شكلها رايحة للدعم النهاردة كلها، بس لا انتظروني فقرة الرئيس برضو مهمة مع فقرة الدعم. نطلع فاصل.